تنظم إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوم غد الثلاثاء منتدى ومعرض حماية المستهلك، هو الأول من نوعه في مملكة البحرين، بحيث تهدف هذه الفعالية لضمان الحفاظ على الحقوق الاستهلاكية وتعزيز التزام المستهلكين بأداء واجباتهم على حد سواء، خصوصا مع تغير السلوكيات الاجتماعية وما صاحبها من تغير كبير في الحياة العامة من حيث التغيير في العادات والأنماط الاستهلاكية. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة لولو صليبيخ، رئيس التمكين الاستهلاكي بوزارة التجارة والصناعة والسياحة. أهلا بك أستاذة فاطمة. طبعا بداية، ما مدى أهمية هذا المنتدى اليوم بالنسبة للمستهلكين والتجار أيضا؟ طبعا إدارة حماية المستهلك مثل ما تفضلتي بتقوم بمنتدى حماية المستهلك، وهو الأول من نوعه على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. نعم. يوم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله 8-9 أكتوبر، بهدف طبعا بتعاون بين اغلب الجهات والهيئات الحكوميه ذات العلاقه مع المستهلك، وكذلك بمشاركه القطاع التجاري واللي يعتبر شريك استراتيجي لجميع مبادرات فعاليات انشطه اداره حمايه المستهلك. طبعا يهدف المنتدى الى يعني تعزيز ثقافه التوعيه على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون حمايه المستهلك رقم 35 لسنة 2012، بما يضمن الحفاظ على الحقوق وتعزيز كذلك التزام المستهلكين والقطاع التجاري بأداء واجباتهم على حد سواء. طبعا نهدف من ذلك بخلق بيئة اقتصادية وتجارية مستدامة وعمل تنموي معناه الشامل، بحيث نعم بحيث أن حماية المستهلك تعتبر مسؤولية مشتركة بين جميع الأجهزة الحكومية. نعم. تتطلب توافر الجميع بين المستهلكين وبين القطاع التجاري. نعم أستاذة لولو، ما هي أبرز المحاور والموضوعات التي سيتم التطرق إليها خلال جلسات منتدى حماية المستهلك؟ طبعا خلال المنتدى هناك بتكون معدل جلستين في كل يوم، وهناك عدة محاور سيتم التطرق لها إن شاء الله من قبل الأجهزة الحكومية أو الهيئات الحكومية وكذلك القطاع التجاري. أبرز هاي المحاور بنتكلم أو بنتحدث بإذن الله عن قوانين حماية المستهلك في جميع الأجهزة والهيئات ذات العلاقة. نعم. والمهام التشغيلية وجاهزية البنية التحتية، دور أنظمة حماية المستهلك بمختلف الوزارات والقطاعات ذات العلاقة بحماية المستهلك في الرقابة على الأسواق. كذلك بتم التطرق إن شاء الله على أهمية الوعي الاستهلاكي لتأمين سلامة المنتجات ودور كذلك قطاع التأمين في حماية المستهلكين. نعم الأستاذة لولو صليبيخ، رئيس التمكين الاستهلاكي بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، شكرا جزيلا لك.